الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصيتي لجميع إخواننا بأمور ثلاثة وإلا فالوصايا كثيرة، أما الوصية الأولى فهي بتقوى الله جل وعلا والحرص على أمر العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا، ولا يكون هذا إلا بالعلم النافع، فبطلب العلم يستزيد الإنسان من أمر التقوى ويوفق لأداء العبادة أداء صحيحا. النصيحة الثانية أنصحهم بالاجتهاد وبذل الجهد في طلب العلم، فإن الله جل وعلا قد عظم أمر العلم، قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال جل وعلا شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فبطلب العلم يعرفون الحلال من الحرام ويعرفون السنة من البدعة ويعرفون الشرك من التوحيد ويوفقون إلى العمل الصالح الذي ينبني أصلا على العلم النافع. الوصية الثالثة في هذه العجالة أوصي إخواننا كذلك بالائتلاف والاجتماع وعدم التفرق والبعد عن أسباب الخلاف، وأسباب الخلاف تضعف دعوة أهل السنة وتسبب الافتراق بينهم وتؤدي إلى الشحناء وإلى البغضاء وإلى تنافر القلوب، فيحرصوا أكثر ما يحرصوا بعد تقوى الله جل وعلا والعلم النافع أن يحرصوا على أن يأتلفوا ويجتمعوا ولا يتفرقوا، وكل سبب للتفرق والخلاف فإنهم ينبذونه ويبتعدون عنه وينصح بعضهم بعضا ويصبر بعضهم على بعض، فبهذه الأساليب تستمر الدعوة وينتفع الناس سواء المسلمين أو غير المسلمين. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يستعملنا في طاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.